الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله, الله ولا اله الا الله, الله الله يا الله والله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح يا رب العالمين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم بحث مهم وهو متى يجوز عقلا التعجيز؟ فهذه قضية عقلية ومستقلة وأيضا تحليلية، يعني تبين لنا أنه متى يكون المكلف غير عاصي إن عجز نفسه عن التكليف كما هو واضح انه اذا صار عندنا الوجوب فعلي والواجب يجب الاتيان به وهناك مقدمات للواجب ولكن المكلف تهاون ولم ياتي بهذه المقدمات مثلا كان عنده ماء للوضوء او لاتيان الطهاره المائيه ولكن المكلف نتيجة لتهاونه وأسرف في استخدام الماء مثلا أو سكب هذا الماء متعمدا فهنا هو عجز نفسه بعد الزمان الوجوب، يعني بعد أن كان الوجوب فعليا عليه عجز نفسه فهنا هنا يكون عاصيا لماذا؟ لأن الواجب كان لأن الوجوب كان فعلي، كان الوجوب فعليا عليه في حقه، فهو لم يأتي بهذه المقدمات التي تجعل منها من تجعل هذه المقدمات بإمكانه الإتيان بالواجب، فهذا يكون عاصيا. و المساله الثانيه انه قبل ان يحصل وقت صلاه الظهر يعني قبل الزوال مثلا هذا كان عندما ماء وسكب هذا الماء وتصرف بهذا الماء الحاله الاولى انه زمان الزوال اجا الزوال اجا وانا عندي ماء هذا الماء أنا أرقته أرقته حتى لا أتوضأ هناك اعتبر عاصي باعتبار أنه الوجوب صار فعلي علي وأنا لم أهيئ مقدمات حتى أتي بالواجب ضمن الحصة المرادة مني وهي الصلاة متطهرة الحالة الثانية لا إلى الآن لم تزل الشمس إلى الآن أنا قبل الزوال وعندي ماء هذا الماء ايضا ارقته فاذا ارقت الماء في الحاله الثانيه هنا عجزت نفسي فاذا عجزت نفسي الواجب ما راح يكون في حقي واجب فعلي باعتبار ان القدره التكليف مشروط فيه القدره وهنا انا غير قادر ففرق في الحالة الأولى أكون أكون عاصيا، أما في الحالة الثانية لا لست بعاصيا، وإنما فوت هذا الواجب، ولا يمكن أن آتي به لأن الحصة الخاصة من هذا الواجب اللي هي الصلاة متطهر، لا يمكنني أن آتي بها لفقدان القيد. وإذا فقدت القيد لا يمكنني أن أأتي بالمقيد بما هو مقيد فإذا هنا هذا أيضا لا توجد لا توجد عندنا محذور فباعتبار ماذا باعتبار أن هذا القيد لا يمكنني أو هذا المقيد أو الحصة الخاصة لا يمكنني أن أتي بها ولكن يقول السيد الشهيد هنا قد يقال بأي شيء بالتفصيل ما هو هذا التفصيل فيما لو كانت هذه القدرة شرعية أم عقلية تذكرون سابقا أن القدرة الشرعية هي حينما يكون يعني من الشارع الشارع حدد لي هذه المسألة أنه هذا هو قيد فاذا كانت القدره شرعيه فصحيح هنا لا يكون الواجب قد فاتني لانه خارج لا يوجد فيه ملاك حتى يمكنني ان احصله ويمكن للانسان ان يعجز نفسه لماذا؟ لانه ما عنده شيء يفوته باعتبار انه الملاك مع القدره الشرعيه خاص بالقادر فقط، اما لو كانت هذه القدره هي قدره عقليه، اذا كانت قدره عقليه فهنا فارق شنو الفارق؟ الفارق ان هناك ملاك، هذا الملاك عجز المكلف نفسه عن الاتيان بهذا الملاك ولكن الملاك والمصلحه موجوده رغم التعجيز المذكور فبهذا ايش راح يكون؟ راح يكون الملاك اصل الملاك اصل الملاك موجود اصل الملاك موجود فاذا كان القدره عقليه او فأصل الملاك موجود وتعجيز النفس فوت عليه ذلك الملاك فإذا فوت عليه هذا الملاك فإذا هنا أيضا راح يكون الملاك في حقه قد فوت وقد لم يأتي به وهذا يؤثر على فيمكنه بعد ذلك أن يقضي هذا الملاك آه هذا الواجب الذي فوته آه فاذا امكننا ذلك فيمكننا تاويل وتفسير وتوضيح المقدمات المفوته كيف نقول انه المقدمات المفوته لا يمكن تفويتها في حاله كون القدره عقليه لانه اذا كانت المقدمه او القدره عقليه معنى ذلك ان الملاك موجود فاذا كان موجود لا بد لك من تحصيل المقدمات لكي تحصل على هذا الواجب وتحصل على الملاك يعني نبين مرة ثانية نكرر نقول أن كلامنا أين في أن المكلف قبل زمان الوجوب قبل زمان لأنه بعد زمان الوجوب هذا عاصي منتهي من عنده ما عندنا مشكلة فيه يعني عندنا ثلاث حالات الحالة الأولى أن يكون بعد زمان الوجوب وهذا عاص فيستحق العقاب الحالة الثانية أن يكون قبل زمان الوجوب والقدره قدره شرعيه، هذا يمكن للمكلف ان يعجز نفسه، يعني اذا كانت القدره شرعيه، معنى ذلك انه ماكو ما اي ملاك، فاذا ماكو اي ملاك حتى لو عجز نفسه ما عنده اي ملاك ذهب وخرج عنه. الحاله الثالثه اللي اللي هي المهمه انه تكون القدره عقليه وقبل الوجوب، فهنا يقول حتى لو عجز نفسه ولكنه قد خسر ولم يحصل الملاك باعتبار ان القدره العقليه وان كانت خاصه باي شيء بالقادر ولكن الملاك على كل حال والفائده على كل حال موجوده فاذا كان كذلك فهنا يقول على وفق هذا التفسير يمكننا ان نفسر المقدمات المفوته. اي مقدمات مفوته؟ اللي قلنا مثلا قبل زمان الوجوب اللي تفوت بعض المقدمات مثل الانسان اللي يسكب الماء وما عنده بس هذا الماء، فاذا قلنا بان القدره هنا عقليه فالملاك يبقى موجودا فإذا بقى الملاك موجودا لا بد أن يوفر ويهيئ هذه المقدمات ولو كانت قبل زمان الوجوب لماذا؟ لأن لها لأن أصل هذه هذا الواجب وأصل القدرة هي قدرة عقلية يعني أنه فقط القادر واجب عليه ولكن غير القادر الملاك في حقه موجود فاذا لم ياتي بهذه المقدمات فعجز نفسه ففوت عليه اصل الملاك والمصلحه الموجوده في هذا الواجب. فاذا تبين لنا انه عندنا ثلاث حالات حاله واحده فقط للمكلف يمكنه ان يعجز نفسه وهي فيما اذا كانت هذه المقدمه هي قبل الوجوب وكانت القدره فيها شرعيه، اما اذا كان بعد زمان الوجوب فعلى كل حال هنا عاصي، اذا كان قبل زمان الوجوب والقدره عقليه فهنا لا يمكنه تفويتها باعتبار وجود الملاك الخاص بها. نطبق. متى يجوز عقلا التعجيز؟ يعني ايش وقت يكون المكلف غير عاصي اذا عجز نفسه؟ يقول: تارة يترك المكلف يترك المكلف يترك المكلف الواجب وهو قادر على ايجاده يعني انا الان واجب علي صلاة الصبح مثلا وانا حاولت او فوت بعض المقدمات وهذا هو العصيان فهذا هو عاصي راح يكون واخرى يعني عندنا حالة أنه المكلف لا يأتي بالواجب وهذا عاصي كلامنا في أي شيء في أنه يعجز نفسه الأول هو عاصي يعني أكو واجب وهو قادر ولكن له لا يصلي مثل الأشخاص الذين لا يصلون رغم علمه بوجوب الصلاة وكذا كذا لكنه لا يصلي هذا يعتبر عاصي هذا خارج عن محل كلامنا وأخرى يتسبب إلى تعجيز نفسه عن الإتيان به هذا يعجز نفسه حتى شنو حتى لا ياتي بهذا الواجب وهذا التسبيب له صورتان هذا انه كيف يجعل او يسبب في تعجيز نفسه الى صورتان الاولى ان يقع بعد فعليه الوجوب يعني هذا التعجيز يقع بعد فعليه الوجوب بعد الزوال الصلاه صارت فعليه عليك واجبه عليك وانت في هذه الحاله تسكب الماء وتريق الماء ما يبقى عندك لا طهاره مائيه ولا طهاره ترابيه فهنا سببت بتعجيز نفسك كحال انسان يحل عليه وقت الفريضه ولديه ماء فيريق الماء ويعجز نفسه عن الصلاه مع الوضوء لا يعجز نفسه عن الصلاة والوضوء، الوضوء وهذا لا يجوز عقلا لأنه معصية هذا التعجيز النفس و أنه لا يأتي بالصلاة رغم وجوبها عليه هذا معصية باعتبار أنه عجز نفسه كان بقدرته أن يقل ما فيأتي بهذه الحصة وفق ما امر يعني حصه مقيده بالطهاره وهذا لا يجوز عقلا لانه معصيه، الاول عاصي، الثاني ايضا عاصي بعد فعليه الوجوب. الثانيه الحاله الثانيه اللي يتسبب فيها المكلف بتعجيز نفسه مو العاصي، العاصي المرحله الاولى اللي ما يصلي يعني يعلم بالصلاه وما يصلي، المساله الثانيه انه بعد فعليه الوجوب هو يفرط في المقدمات ولا يأتي بها حتى لا يصلي أيضا هذا سبب تعجيز نفسه الحالة الثالثة أن يقع قبل فعلية الوجوب شنو اللي يقع؟ هو تعجيز نفسه أنه يعجز نفسه قبل فعلية الوجوب كما لو أراق الماء في المثال قبل دخول الوقت هذا قبل دخول الوقت سكب الماء وأراقه وهذا يجوز، لماذا يجوز؟ لأن قلنا ماكو عنده فد وجوب يقول له يجب عليك أن تتوضأ أو يجب عليك أن تصلي، بعد هذا الماء الآن موجود، أنا بكيفي أقدر أريقه ما عندي مشكلة، لأنه بإراقة الماء يجعل نفسه عاجزا عن الواجب عند تحقق ظرف الوجوب لما يتحقق ظرف الوجوب راح يكون عاجز فاذا كان كذلك فاذن هنا لا يك... لا يكون عاصيا وحيث ان الوجوب مشروط بالقدره فلا يحدث الوجوب في حقه احنا الوجوب اللي على المكلف شرطناه بالقدره فاذا هنا غير قادر فمعنى ذلك ماذا؟ انه لا وجوب عليه. متى يتحقق الوجوب عند الزوال؟ قبل الزوال ماكو اي وجوب ولا واجب، فلذلك اصلا افراطه في هذه المقدمات ايش يكون؟ راح يكون بعد الزوال. ما راح يتوجه الحكم اليه لماذا لان الحكم يتوجه نحو القادر وهذا الشخص الذي عجز نفسه قبل الزواج هذا ليس بقادر وان كان قد عجز نفسه لانه ما يجب عليه ابقاء الماء لا هذا الماء هو بالخيار فهو القى هذا الماء واراق هذا الماء فعجز نفسه قبل الزواج وحيث ان الوجوب اللي هو بعد الزوال مشروط بالقدره الوجوب يكون الصلاه فعلي على من يقدر من يستطيع ان يتوضا وهذا لا يستطيع ان يتوضا فلا يحدث الوجوب في حقه بعد هنا ما عليه وجوب ولا محذور في ان يسبب المكلف إلى أن لا يحدث الوجوب في حقه وماكو مشكلة قد يقول شخص ولكن هنا مشكلة لأنه هو الذي عجز نفسه نقول هنا ماكو بها محذور ما دام قبل زمان الوجوب فلا فعلية عليه فإذا لا محذور وإنما المحذور في أن لا يمتثله بعد أن يحدث المحذور هناك أنه بعد الزوال يعجز نفسه أو بعد الزوال لا يمتثل هذا هو المحذور يعني الحالة الأولى والثانية أما الحالة الثانية اللي هنا مذكورة اللي هي الثالثة بحسب الترتيب هذا يقول لا محذور ولكن هذا هو التفصيل ولكن قد يقال هنا في التفصيل يعني وين هنا بالصورة الثانية بالتفصيل أنه عندنا تفصيل بها وهذا تفصيل مهم جدا ولطيف بينما إذا كان دخل القدرة في هذا الوجوب عقليا أو شرعيا هاي كما ذكرنا سابقا عندنا قدرة عقلية وعندنا قدرة شرعية فإذا كان الدخل شرعيا جاز التعجيز المذكور لانه لا يفوت على المولى بذلك شيئا باعتبار القدره او التعجيز العقلي الشرعي هو يكون متوجه لمن يستطيع الاتيان بهذه الحصه واما الذي لا يستطيع وغير القادر فهذا لا يتوجه اليه لانه لا يفوت على المولى بذلك شيئا إذ يصبح عاجزا، المكلف يصير عاجز، ولا ملاك للواجب في حق العاجز باعتبارها قدرة شرعية. وإذا كان الدخل عقليا، يعني القدرة كانت عقلية، وكان ملاك الواجب ثابتا في حق العاجز أيضا. القدرة العقلية يعني تقول أن هناك عندنا ملاك. هذا الملاك هم موجود في الوا في حق العاجز وغير العاجز، الملاك موجود. وان اختص التكليف بالقادر بحكم العقل، صح انه العقل يحكم بانه هذا التكليف هو على هذا الشخص القادر فقط، لماذا؟ لانه غير القادر لا ياتي اليه هذا التكليف وان كان الملاك موجود، شوف اكو فرق كما ذكرنا سابقا، الملاك مره يكون موجودا ومره لا يكون موجود، اما القدره القدره ايضا قد تكون موجوده وقد لا تكون موجوده، كلامنا في ان القدره غير موجوده والملاك موجود وهذه في القدره العقليه. هو غير قادر ولكن الملاك موجود بحيث لو قدر لامكنه لا ان يحاول تحصيل هذا الملاك عن طريق القضاء بان يقضي وان اختص التكليف التكليف بالقادر بحكم العقل صحيح العقل يقول ان التكليف فقط للقادر ولكن هذا رغم كونه غير قادر ولكن الملاك موجود فيمكنه حينما يقدر أن يعيد هذا العمل، يقضي هذا العمل، يأتي بهذا العمل. فلا يجوز التعجيز المذكور إذا كانت القدرة عقلية يعني وجود الملاك حتى لغير القادر. لماذا؟ يقول لأن المكلف يعلم بأنه بهذا سوف يسبب إلى تفويت ملاك فعلي في ظرفه المقبل. هذا راح يخليه أنه أكو ملاك فعلي راح يفوته وهذا لا يجوز بحكم العقل العقل يقول لا أنت هنا ما دمت قادر أبقى على قدرتك لماذا؟ لأنه إذا فوت هذه المقدمات وسكبت الماء فهناك ملاك أنت راح تفوت على نفسك ذاك الملاك الموجود وهذا بحكم العقل غير صحيح يقول وعلى هذا الاساس ها على هذا التفصيل شوفوا هذه فائده الاصول يربط شيء بشيء هذا التفصيل اللي اجانا والتمييز بين القدره العقليه والشرعيه نستطيع عن طريق تفسير المقدمات المفوته وعلى هذا الاساس يمكن تخريج مسؤوليه المكلف تجاه المقدمات المفوته في بعض الحالات بعض الحالات عندنا يمكننا عن هذا الطريق ان نخرج هذه المساله بان يقال ان هذه المسؤوليه تثبت في كل حاله يكون دخل القدره فيها عقليا لا شرعيا، ها فاذا المقدمات المفوته اللي نشوفها انها قد تفوت نقول هذه قدرتها عقليه، فاذا كانت عقليه فحتى فهنا يجب على المكلف الاتيان بهذه المقدمات التي لولاها لا يفوت ال الواجب لماذا لان القدره هنا قدره عقليه صحيح خاصه للق للقادر فقط ولكن العقل يقول هناك ملاك وانت حينما لا تاتي بالمقدمات حتى وان كانت خارج الوجوب خارج وقت الوجوب، ولكن حينما لا تأتي بالمقدمات فمعنى ذلك انك قد فوتت الملاك وتفويت الملاك هذا امر غير مقبول عقلا. اذا تبين لنا عندنا كم حاله، الحاله الاولى ان يكون المكلف عند وجوب، عنده واجب وهو لا يمتثل، هذا عاصي، هذا خارج من هذه المسأله. الحاله الثانيه ان يكون المكلف يعجز نفسه ولكن بعد فعليه الوجوب بعد الزوال اراق الماء هذا عجز نفسه عن الاتيان بالواجب فهنا هذا يستحق هذا يكون غير ممتثل ويستحق العقاب ايضا الحاله الثالثه ان المكلف لا ياتي او يعجز نفسه قبل الوجوب وهنا فيها احتمالان الاحتمال الاول ان تكون القدره عقليه والاحتمال الثاني ان تكون القدره شرعيه فاذا كانت القدره عقليه ايضا لا يستطيع أن يعجز نفسه هنا لأنه راح يفوت على نفسه ملاك والعقل يقول لا تفوت هذا الملاك، أما إذا كانت القدرة شرعية فهنا يمكنه أن يعجز نفسه، فإذا من هذه الحالات الأربع فقط عندنا حالة واحدة فقط يمكن للمكلف أن يعجز نفسه ما هي؟ هي في حالة قد يكون هذه المقدمات قبل الوجوب يعني تفويت المقدم او لم ياتي بمقدمات قبل الوجوب وكانت القدره قدره شرعيه، يعني لم يكن الوجوب فعلي وكانت المقدمه وكانت هذه المقدمات او القدره هي قدره شرعيه، اما اذا كانت قدره عقليه قبل الوجوب او بعد الوجوب، عدم امتثال او فافرط في المقدمات فهنا سوف يستحق العقوبه بقيه الكلام ياتي الحديث عنه في الدرس المقبل اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد و ال محمد